طيب كل الناس بتشوف كم الدعوات والرحمه والمغفره ليها، ربنا يرحمها ويصبر اهلها. ودي حاله الدنيا. استاذ ايمن حضرتك كنت على تواصل معاها اخر مره كان امتى؟ احنا مش اصدقاء، احنا يعني ما عندناش علاقه صداقه، عمرنا ما اشتغلنا مع بعض، ما عنديش يعني اي حاجه مش حقيقيه، انا ما اعرفهاش شخصيا، احنا مش اصدقاء وما اشتغلناش مع بعض. طيب يعني حضرتك برضو يعني يعني قابلت حضرتك ازاي يعني؟ انا جيت لانه ده الواجب، الواجب احنا مش بالضروره نكون اصدقاء عشان نبقى يعني خاطر بعض الاحزاب، يعني جيت بصفتي ان انا فنان جميل حتى لو مش بنات مع بعض، والصفه الثانيه ان انا عاوز اتكلم في خط ان انا كنت بس يعني حتى نقول لها ليها زملاء وليها اخوات يعني موجودين معاها الله يرحمها ويسلمها.